ورجعت لكم، رجعنا لكم تاني مع كريزي منى اند كوكي. النهارده يومنا هيبقى في كاسكو. كاسكو هول سيل، هو بيبيع حاجات بسعر الجمله الثلاثي، ويبقى معانا الكارت اللي بيدخلنا المكان. ودي كده البدايه، ودي الحاجات اللي عليها سيل، يعني الشوكولاته هتكون معايا لازم عليها 5 دولار، ودي بسكوتات. مش عايزه اوريكم اسعار التليفون. You can even use your voice like this. Hey Google, show me dramas. Hey Google, dim the lights. You called the shots. Search less, watch more. Now you're watching Google TV. $3.69. The Costco service deli makes preparing your holiday meals a snap. They've done the prep work for you. But the Sony, the LPGN, the $2.00. هو ده $27. طب ما ده احنا نجيب منه واحد للميكسر، لان ده كله مع بعضه. لا اولا دي كبيره طبعا، سعره ممتاز. كم من $40 نازل عليه $12 اوف، نازل ب$27. اسحب لنا واحد يابا معلش. ودي اول حاجه في الشوبينج، هو ده هيبقى شكله. كل الحاجات دي جايه معايا ب$27. Yeah, because طبعا مش هقول لكم على كل حاجه. طبعا بصوا يا جماعه، عندنا مجانين الكريسماس، وفاضل شهر كامل على الكريسماس. هو بقى عجبوه الكرسي بتاع المكتب، بصراحه الكرسي شكله لذيذ. بس الكرسي ب129 جنيه. ودي الكاميرات الديجيتال. وبقى ده يا جماعه ده احسن شهر لينا. بصوا عشان ما تقولوش ان احنا مجانين، يعني الشجره بتاعت الكريسماس اللي هي دي نازله ب500 جنيه. ودي هنروح نقرب منها ب$700 الشجرة. بس تقريبا 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 الشجرة دي بـ800. واحنا كده دخلنا. لا بصراحة حنينين. الشجرة كانت ب1450 ناصلة على $1000، والغلبانة دي ب84 جنيه. بصوا يا جماعة ده السنو مان نازل ب300 دولار. عشان تعرفوا بس احنا لسه. ده بـ
حلوين دول قوي اللي هم على شكل الخشب. ومال كام؟ 50. بص كده اشكال اللايت دي اللي هي الليد 31 دولار. دي طبعا بصوا يعني مشهورة جدا 8x4 دي 10 دولار. دي طبعا دلوقتي يعني احنا مع الكريسماس يبقى عندنا كل حاجه. تعالى اوريكم اسعار الايفون. اوكي ده الاني ايفون. ايفون بلس 128 جيجا بايت. ده ايفون 14 برو اللي في مصر كام؟ 62000 دولار. 1000 جنيه. ودي تاني 62000 تقريبا. ده البرو وده سعر البرو ماكس. دي الابل واتش طبعا كل واحدة بالموديل بتاعها. و نقول دول سعر ده كله بناء ابل والايباد. وطبعا هقول لكم على حاجة، شايفين الباترينا دي؟ دي من احسن الباترينا انا هاجي اتفرج عليها. تعالوا بقى نشوف سعر، بس ما ايه نتخبط سعر الدايمون الالماز ده كله على فكره يا جماعه ذهب. دي سعر الالماز. هنا الأسعار يا جماعة المتداول اللي أي حد ممكن يشتريها زي مصر، عشان حد يتجوز ويشتري دهب مش هيقدر. من الأسعار تقريبا في متداول الجميع. نفسي يشيلوا اللابت بس من هنا. دولار بجنيه، نحسب الدولار ان هو دولار جنيه. وكده هو المحل يا جماعه كبير جدا، في كل حاجه من المطبخ تقريبا
زي كارفور بس في الجبس. ذهب ولا لا؟ أو ألماس. ودي زاك دي المراتب اللي التاكي نقول ده قص من هدولي وانا مش عارفه كله مرة واحدة. لسه بقول ده حلو. هنلاقي دي حاجات دي في ايكيا تبقى احنا كده كده محتاجين اصغر من ده. وصلنا للحاجات اللي هي على سيل بيبقى حاطينها من بره تبقى ناقصة 15 دولار. اي حاجة بتبقى على سيل دايما كاسكو بيحطها من بره. انا عارفة ان انا بجرب بسرعة بس لو هنقعد في كاسكو احنا عايزين نجي كل يوم عشان نفرجكم الاسعار بتاعتها لان كل اسبوع لا مش كل اسبوع هي بتنزل اسعارهم بضغط مره في الشهر. دي التوابل كلها نازله 20 دولار. بقت 20 دولار. تيجي بتيجي يا جماعة التوابل بتاعتها كلها زي ما انتوا شايفين الرسمة اللي على العلبة هي بتبقى من جوه موجودة فيها الحاجات دي كلها متبقاش فاضية. وطبعا دي مخدات ودي احنا لسه في كاسكو. Pumpkin, or an apple, you can take the actually look in the mirror and test it on yourself. Yeah, the way out, it's a bar, a cat, a tomato. Slice bread. Isa el potato bread, please. ده عيش. على فكرة كل حاجة بتتعمل هنا طازة ب$7. بنت زي ما انتم شايفين. وده البيجل بيبقى معمول فريش. بتشتري الاثنين باج لازم انت لو خدت واحدة ب$7 $8 بناخد الاثنين مع بعض ب$8 بس لو خدنا واحدة بندفع نفس السعر $7 فلازم ناخد الاثنين مع بعض. ده العيش وهنا بنيجي نعمل اوردر كيتي كات.
أشياء عليها 4 دولار خصم. بص عليها محشي فلفل. عندنا كل حاجة هنا تقريبا جاهزة. يا دوبك عشان تشوف المايكروويف للناس اللي هي بتشتغل طول النهار يبقى بتاخدها سخنها في الفرن. كل انواع مختلفة جدا عشان ناخد الاسبريسو. دي شوربة السوق وده اسم النظافة. طبعا هنا لسه في خالص دي كلها الثلاجات. كده هقول لكم ان انا وريتكم اقل من ربع تاسكو. خليكم معانا عشان يوصل لكم كل الجديد. ما تنسوناش سبسكرايب والشير واللايك عشان يوصل لكم كل الجديد مع كريزي منى اوتيكي. المره الجايه كملوا معاكم كاسكو.